السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم قناة بروسوت. فيديو جديد في القناة إن شاء الله. النهاردة هيكون هو أول فيديو فعلي في دورة السيستم دوت أي أو في السي شارب. إن شاء الله النهاردة هنتعلم مكتبة فايل ستريم. مكتبة الفايل ستريم هي المكتبة اللي هي إيه البيز بتاع أي عملية أنت هتعملها، في أي أوبريشن أنت هتعملها على الملف، دي تعتبر البيز بتاعتك. ليه بنستخدم المكتبة دي؟ المكتبة دي بنستخدمها عشان بنهيئ الملف. يعني مثلا من ميزات مثلا المكتبه دي مثلا انها بتتيح لك مثلا انت ايه تخلي مثلا اكسكلوزيف ليك للملف، يعني الملف ده حصري للبرنامج بتاعك، ما ينفعش اي برنامج مثلا تاني يخش يعدل فيه او يقراه او يكتب جواه طول ما البرنامج بتاعك شغال عليه. وبرده في نفس الوقت ممكن ان انت تتيح للبرامج دي. هنشوف دلوقتي كل الكلام ده عملي. مكتبه الفايل ستريم بتاعك، نفتح الكود. لازم اول حاجه لازم تستدعي مكتبة using system dot io. انا عملت هنا بمشروع Windows Forms Application. خلينا كده نبتدي بالكونستراكتورز بتاعة الفايل ستريم. احنا عملنا هنا فايل ستريم fs1، خليها بس مالكش دعوة بال fs2 دي، خليها بس ايه في ال fs1. ال fs فايل ستريم بنعمل منها object، ده بيبقى الملف بتاعنا اللي هو hello dot text. لو احنا جينا فتحنا كده المشروع بتاعنا باين ديباج هلو، جوا كلمة هلو everyone. تاني بارامتر هو الفايل مود. انت هتفتح الملف ازاي؟ يعني الفايل مود ده بيبقى انيوم جواه كذا قيمة. في الابند، الابند ده انت بتفتح الملف وبتخلي المؤشر بتاع الملف في اخر الملف خالص. يعني ايه المؤشر؟ المؤشر ده هو اول يعني ايه مطرح انت هتكتب او هتقرا منه. يعني مثلا لما انت تيجي تقرا من الملف او تكتب جوه الملف بيجري يشوف المؤشر فين. يعني مثلا لو المؤشر في اخر الملف بيكتب في اخر الملف، المؤشر في جوه الملف بيحط ملف كلمات في النص، بيحط البيانات في النص، وكذلك لو في الاول. فالابند دي بتعمل ايه؟ الابند دي بتفتح الملف وبتخليه في الاخر، بتخلي المؤشر ده في الاخر خالص، عشان الابند دي اصلا ما بتستخدمش الا لما انت بتيجي تفتح الملف بالفايل اكسس دوت رايت. الفايل اكسس دي بتحدد لك انت هتفتح الملف للقرايه والكتابه ولا القرايه بس والكتابه بس. فانت الفايل مود دي دوت ابند بتستخدم مع الفايل اكسس دوت رايت بس، مش ريد رايت. دي الابند. طبعا لو الملف مش موجود بيرمي لك اكسبشن. كرييت، كريت دي لو كريت دي بتعمل لك الملف وبتفتحه، ولو هو موجود اصلا بتعمل عليه اوفر ريتن، يعني بتعيد عليه الكتابه من تاني. لكن لو هو هيدن بتخفيه، لو هو هيدن بترمي لك اكسبشن. كريت نيو دي بقى لازم ما يكونش موجود، لو موجود بيرمي لك اكسبشن. الاوبن لو هو موجود، لو هو مش موجود بيرمي لك اكسبشن. يعني الاوبن دي بيفتح الملف، لازم يكون موجود، لو مش موجود بيرمي لك اكسبشن. اوبن اور كرييت دي واضحه طبعا، انت لو هو موجود افتحه، لو هو مش موجود اعمله وافتحه. ترانك دي انت بتفتح الملف بتمسح كل اللي جواه خالص، اي بيانات جواه بتمسحها. فمثلا احنا نخليها اوبن اور كرييت، بننزل هنا في الفايل اكسس تحت في ثلاث قيم ريد رايت ريد رايت رايت، هنخليها مثلا ريد رايت. الفايل شير هي دي بقى اللي انت بتتحكم فيها، مثلا لو في ملفات بعد كده او في حاجات برامج تانية عايز تخش معاك على الملف نفسه. في كذا قيمة برضو في الفايل شير. لو احنا كده كده ايه شفناها، في اللي هي ديليت، انت كده بتتيح للبرامج التانية انها تشتغل معاك، انها قصدي تمسح الملف، او ممكن تمسح الملف. انهيرت هول دي مش عارفها قوي، يعني بتقول لك ميكس ذا فايل هاندل انهربت باي تشيلد بروسس. فايل هاند دي اللي هي لما انت بتيجي في دوال النيتف جوه، يعني مثلا السي شارب دي اصلا مبنيه على السي بلس بلس، فالسي بلس بلس والسي سي شارب بتستدعي الدوال جواها. الدوال دي هي اللي بتفتح مثلا ملفات وبترجع لك فايل هاندل. الفايل هاندل ده انت اللي انت من خلاله السي شارب تقدر تتحكم في الملف، تبعت له بيانات، تقرا بيانات. انا مش عارف الصراحه الانهرت ولا دي بتعمل ايه، انا حاولت معاها كتير انا مش فاهم يعني هي بتعمل ايه. لو حد يعرف يا جماعه يا ريت يعني انت حاول بقى واعرف، انا مش عارف والله الصراحه. في نان دي اللي انت مش سامح لاي برنامج تاني ان هو يخش معاك على الملف. يعني احنا مثلا لو جينا نان كده ودوسنا ستارت، شغال كده البرنامج، تعالى كده ايه نروح للديباج نفتحه بالنوت باد، بيقول لنا البرنامج ده الملف ده مش قادر افتحه لان في بروسيس تانية شغالة عليه وهي مش سامحة لي ان انا اخش على الملف بيه.
في البفر. البفر ده معناه ايه؟ معناه الحيز او يعني الوعاء اللي انت هتاخد فيه البيانات سواء قراءة او كتابة. تعال كده نشرح البفر يعني بالراحة بالراحة كده. البفر هو ايه؟ هي نقطة الوصل بين البرنامج بتاعك والفايل. الفايل لما بيعوز يبعت للبرنامج، مثلا لو انت عايز تقرا حاجة من الفايل، فالفايل بيبعت الداتا بتاعته للبفر الاول، فاهم؟ ومن خلال البفر ده بيبعتها للبرنامج بتاعك. طب ايه لازمتها؟ طب انا ممكن ابعت من الفايل للبرنامج عادي. لا، ممكن البرنامج ما يكونش جاهز ان هو يستقبل، يعني مثلا من جوه البرنامج نفسه هو لسه بيقرا، مثلا بعت لي مثلا كلمه مثلا لسه انا بعمل بحللها ولسه ببعتها مثلا للكونسول، لسه ببعتها للاعراض، لسه ببعتها للمتغير اللي انا حاجزها فيه، لسه مش مستعد ان انا اخد بيانات تاني. فهو انت بتحدد مثلا البايت، مثلا البفر ده مثلا قول ميجا، مثلا حجم البفر ده ميجا. فالفايل بيعمل ايه؟ الفايل بيجيب بيانات بحجم ميجا بايت وبيحطها في البفر، ويستنى لغاية ما البفر ده يخلص، او يعني ايه مش يخلص، يعني ايه، وطول ما هو بينقص الفايل بيقعد يحط فيه بيحط فيه بيانات. يعني مثلا البفر عمال بينقص، البرنامج عمال بيقرا من البفر، فالفايل بيحط بيانات عامل زي ايه؟ زي ما واحد بيكون بياكل شيبسي كده، فاهم؟ فانت مثلا انت قدامك كيس شيبسي كبير مثلا، وقدامك طبق، فاهم؟ وفي واحد عمال يحط لك شيبسي بتاعه، كل ما انت بتاكل هو بيحط لك، كل ما انت بتاكل هو يحط لك لغايه ما الكيس يخلص خالص. ده حكايه اشبه بالبفر. يعني انت بتحط هنا كبت البفر بالبايت طبعا، هي دي 4096، هي 4 كيلو بايت، دي احسن بفر ممكن تحطه. هسيب لك برضو لينك تحت كده لصوره كده، مش صوره يعني، هي صورة ان هو في ناس مجربة كذا بفر كده في الحتة دي، يعني هم مختارين ده احسن بفر، يعني اللي هو 4096 ده هو احسن بفر، اسرع بفر فيهم اصلا. انت ممكن تستخدمه مع الملفات الكبيرة والصغيرة حد سواء يعني. طبعا احنا هنا بنعمل بايت اري، دي اللي احنا هناخد فيها البيانات اللي جاية من البايت، اللي جاية من الفايل ستريم قصدي. طبعا اي داتا انت بتبعتها او بتستقبلها طبعا بتبقى بصيغه بايت. احنا بقى انت عايز تحولها مثلا من بايت لسترنج براحتك بقى. الاف اس دوت لينس دي اللي هي عدد البايتات، اللي هي اف اس دوت لينس دي خاصيه بترجع لك عدد البايتات اللي جوه الملف. احنا عايزين نحجز زيها في الداتا. طب ازاي نهرب من الملف؟ ازاي؟ في طريقتين ان انت تهرب من الملف، مش طريقتين، هي طريقه واحده بس، انت ممكن تستخدم الحاجتين اللي انت وانت اللي والحاجتين دول انت بتعتمد ان انت بتلعب في البوزيشن بتاع الملف قصدي. تعالى مثلا ايه، لو احنا قلنا ريد ويز بوزيشن، هي دي الكلمه بتاعتنا اللي متخزنه في الملف 15 حرف. بس كده خلاص، ماشي. بنقول له انت بوزيشن احنا مثلا ايه، انت بتحدد له هنا البوزيشن اللي انت عايز تقرا منه. مثلا ايه، احنا عايزين نقرا مثلا من اخر الملف خالص، فاهم؟ فاحنا هنحط له مثلا هنا 15، يعني انت ابدا من عند 15 بعد كده اقرا بعديها، يعني كده انت كده بياخدوا ال 15 دي ويحطها في اخر الملف خالص. يعني انا هوريك دلوقتي يعني. فهنا بنقول له خد الرقم ده، البوزيشن اللي انت هتكتب من جوه، هتكتب هتبدي هتبدا تكتب من عنده. بعد كده بنقول له بايتس تو ريد، ايه هي عدد البيتات اللي انت هتقراها؟ بياخد ال init fs dot length اللي هو بياخد طول الملف، طول الملف خلاص، وبيحوله ان هو بيرجع لك دبل، فهو بيحوله ل init، بيطرح منه البوزيشن. يعني مثلا ايه، لو احنا مثلا البوزيشن مثلا خليناه مثلا يعني مثلا اتنين مثلا، يعني هو هيجي واحد هيتحرك كده البوزيشن واحد اتنين، فاهم؟ فهيبقى فاضل قد ايه؟ هيبقى فاضل واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة 11 12 13. فبايت تريد دي هتبقى 13. بعد كده هنقول له اعمل بايت اري اللي احنا هناخد فيها البيانات بتاعتنا. كان هنقول له اف اس دوت بوزيشن بيساوي البوزيشن، يعني حرك المؤشر بتاعك حركتين، خليها اتنين يعني، مثلا لو احنا هنخليها اتنين دلوقتي. بعد كده بنقول له اف اس دوت ريد، ايه الريد دي؟ الريد دي هي اللي بتقرا، بتاخد 3 بارامترات. اول بارامتر اللي هو البايت اللي احنا هنستقبل فيها الداتا بتاعتنا، وهتقرا من اول الاندكس اللي فين في البايت ده، مثلا هنقرا من اول اليمنت في البايت ده خالص لغايه فين، لغايه اخر البايت خالص اللي هو بايت ستوريد. خلي بالك في ده، يعني ركز بين داتا توريد وبايت ستوريد. بايت ستوريد دي بيرجع لك حجم مش حجم، عدد البايتات اللي احنا هنقراها. الداتا توريد دي المصفوفه اللي احنا هنقرا جواها البيانات، ما تتلخبطش بينهم.
بعد كده في تالت خطوه هناخد سترينج وورد، احنا بنحول البيتات اللي جايه علينا لسترينج. في داله اسمها جوه الانكونيك دوت ديفولت دوت جيت سترينج، دي بتحول لك البيتات، بتحاول انها تحول لك البيتات لسترينج. طبعا بقى على حسب انت بتقرا، مثلا انت كاتب البيتات دي في الاول ازاي، يعني انت مثلا ايه يعني البيتات دي بتتكتب ازاي، يعني مثلا مش هنشرحها دلوقتي، هنشرحها في درس الباينري اللي هو الدرس الجاي ان شاء الله. بس يعني بمعنى اصح يعني على حسب الطريقه اللي انت كاتب جوه البايت. يعني مثلا لو انت بتقرا مثلا صوره، خلي بالك انت ممكن تقرا الصوره هنا، انت ممكن تكتب الباز بتاع الصوره عادي، هيقرا لك الصوره كبايتات، على ان الصوره اصلا هي ارقام والارقام دي بايتات بتتخزن على انها بايتات. فهي لو انت مخزنها اصلا على انها كلمه هترجع لك كلمه صح، لكن لو انت مثلا مخزنها كانها مثلا صوره، لا مش هترجع لك كلمه صح خالص، هترجع لك كلمه ملخبطه كده على طول، ان هو مش هو بيحاول يقراها كتكست لكن هي اصلا مش متخزنه كتكست. بعد كده بنقول له تكست بوكس 1 دوت تكست بيساوي الورد. تعالى كده من ستارت، هنخليها 2 اهو، قرالنا ال خمس اللي هو من اول من بعد الحرف الاي قرالنا اللي بعديها خالص، خليها مثلا 5. طبعا انت لو حطيت حاجه اكبر من حجم الملف هيرمي لك اكسبشن. دي كانت اول خاصيه. استنى كده، تاني خاصيه معانا هي الخاصيه اللي هي بتاعت السيك. هي نفس الفكره بتاعت البوزيشن، بس الفكره في السيك هنا هي يعني ايه متفاعله معاك اكتر في السيك. يعني مثلا في البوزيشن انت مضطر ان انت تعرف مثلا ايه، مثلا يعني حجم البايتات اللي في الملف. مثلا لو انت عايز تحط المؤشر بتاعك في اخر الملف، انت مضطر ان انت تعرف حجم عدد البايتات اللي في الملف. في السيك مش كده، انت ممكن تأمره من الاول خالص، لا انا عايزها في اخر الملف من غير ما اعرف انا حجم عدد البايتات اللي جوه الملف. تعالى كده، هي دي في السيك اورنج، بنعمل كام السيك اورنج اسمه اس كي مثلا، بنقول له ما انت سبيس، سبيس اللي هو اقول حاجه السيك دي بتقرا ازاي. يعني مثلا انا هقول له مثلا السيك دي في جواها 3 قيم، اول قيمه هي الاند، اول قيمه بيجين وكرنت واند. بيجين دي ان انت هتحطه في اول الملف خالص، انت كده انت بتقول له انا هحط المؤشر في اخر الملف خالص، وبتديها السيك دي بتديها مثلا انت هتديها اول بارامتر ان انت بتحدد فين موقع المؤشر، في اول ملف خالص او زي سيبه زي ما هو، سيب المؤشر زي ما هو مكانه او في اخر الملف. طب ماشي، ايه تاني بارامتر؟ تاني بارامتر انت بتقول له المسافه اللي هو هيتحركها اللي احنا بعديها هنبتدي نقرا. يعني مثلا انت بتقول له مثلا في اخر ملف مثلا او في اول ملف اتحرك حركتين مثلا، ماشي، هيروح لاول الملف خالص اتحرك حركتين وهتبدا بقى تقرا من عنده. هنا بقى ايه، بناخد هنا القاعدة كده مرة نشوف كده، اوريك حاجة لما بتقول له begin و current و end. تعالى كده نشوف، بنحول ال space dot seek dot text بتحولها ل init من 30. ايه ده، بنحولها ل int ازاي؟ كومبوكس دوت تك، بنحول السبيس عدد الحركات اللي احنا هنتحركها. طيب بصوا يا جماعه اتلخبطت، فاحنا بنقول له هنا ايه، لو الكومبو بوكس دوت تكست بيساوي بيجين، المختار اللي هو اليوزر اختاره بيجين، انت هتخلي السيك السكي بتساوي سيك اوريجين دوت بيجين، كارنت بتخليه كارنت، اند بتخليها اند. كده بنقول له هنحرك بقى المؤشر، فبنقول له اف سيك دوت سيك اف اس دوت سيك السبيس، حرك ده عدد الحركات اللي احنا هنتحركها. بعد كده تاني بارامتر هو الاس كي، عفوا اتلخبطت. بعد كده بنقول له بايت ستريت، بيطرح الاف اس دوت لينس من الاف اس دوت بوزيشن. خلي بالك هي يعني البوزيشن والسيك هي نفس الحكايه، بيتعاملوا مع المؤشر، فانت لما تيجي ترى الاف اس بوزيشن هيتاثر بالسيك، هو ما بيلوش دعوه ايه اللي حرك بقى المؤشر ايه اللي ما حركوش، هو بيروح يجيب لك الخاصيه دي. يعني الخاصيه دي بتعمل لها جيت وست، ست دي اللي انت عايز تحط لها مثلا قيمه، وجيت لو انت عايز تاخد منها قيمه. بنفس الحكايه برضو في البوزيشن، بتاخد عدد البيتات اللي انت هتقراها. بعد كده بنعمل اللي هي البايت اري اللي احنا هناخد فيها البيانات. بعد كده بنقول له اف اس دوت ريد داتا تو دوت داتا تو ريد، اللي هي البايت اللي احنا هنقرا جواها البيانات من اول بايت، من اول بايت اري لغايه البايت ستوريد بقى، لو انت عايز مثلا تقرا يعني لغايه حاجه معينه مثلا في البايت اري بتاعتك براحتك بقى. ونفس الخطوات اللي احنا عملناها في البوزيشن. تعالى كده مرن كده ايه، نشوف بس الكلمه بتاعتنا مثلا، خليها مثلا بيجن مثلا، مثلا ترى مثلا عند الحرف السادس، عيد وذ سينك وذ سيك،
قررنا من عند الحرف السادس مثلا، هتقرا من عند الحرف التاسع، هما 15 حرف، هتقرا من عند الحرف الـ14 اخر حرف خالص جابهولنا. طبعا انت لو 15 هيعملك اكسبشن. بس هو ده تقريبا خالص، مفيش حاجة تاني. لا اللي هو الرايت، فاضل الرايت. ده ريد. الرايت بقى عامل ازاي؟ تعالى بس بسيطة جدا، مش محتاجة يعني اصلا. احنا كده بنعمل بايت اري، بناخد التكست، احنا بنكتب التكست ده في التكست بوكس هنا، وبنحوله البايت. بس بدل جيت سترينج بنقول له جيت بايت، وبندي له السترينج بتاعنا وبيحطها في البايت اري دي. بعد كده بنقول له البوزيشن تو رايت، هتكتب في اول الملف، هتكتب في اخر الملف، هتكتب في مطرح ما المؤشر بتاعك واقف زي ما انت عايز بقى براحتك. احنا بنقول له هنا انت بوزيشن تو بوز تو رايت كونفرت دوت تو انت. ممكن تستخدم الناس السيك عادي، لكن انا بستخدم البوزيشن لانها ايه، اسرع شويه. بنحول القيمه اللي جوه التكست بتاعنا اللي هي دي لانت عشان ناخد منها القيمه، وبنعمل سيت للبوزيشن اللي جوه الملف. بعد كده بنكتب جوه الملف، بنكتب امتى، بنكتب ازاي، بنكتب بنفس الحكايه بتاعت الريد برضو، بندي له البايت اري اللي احنا هنكتبها، وهيشوف من اول مثلا الصفر، يعني من اول هكتب من اول البايت اري دي لغايه اخرها خالص، لغايه اخرها هاخد البايت اري دي كلها احطها في الملف بتاعي. ولو جينا عملنا رن كده نشوف ايه اللي هيحصل. مثلا نقول 15 مثلا، هنكتب مثلا ايه، هلو هلو، ولا مثلا نكتب ايه، محمد رايت. تعال كده نشوف الملف. صح، ده انا نسيت ماشي ماشي مش بس كنت عايز اوريكم حاجة، بس نقفل كده الملف خلاص، كده نقفل البرنامج. كتب بعد الهلو everyone كتب محمد. بس انا عايز اشوف اوريكم حاجه بس كده، بس كده خلاص. يعني هو ده كان اول سلايد في البيزك، بيزكس اوف فايل ستريم. هنخش بقى في السلايد اللي بعديه. نيجي لتاني سلايد معانا، هو ازاي تتعامل مع المالتيبل فايل ستريم. هل انا ممكن افتح اعمل كذا فايل ستريم يستعملوا الملف في نفس الوقت جوه البرنامج بتاعي؟ ينفع، بس بشروط. في الكونستراكتورز اللي انت بتعملها جوه الفايل ستريم، اول فايل ستريم ده هو الاول فايل، هو اول فايل ستريم انت بتفتحه هو اللي بيعمل لك الهاندل اللي انت خلاله بتقرا منه او بتكتب من جواه. يعني ايه هاندل؟ ابسطها لك كده ازاي، ان هو مثلا ان انا زي ما قلت لك في نيتف فانكشنز او دوال اللي هي ايه الاساسيه جوه السي او السي بلس بلس، السي شارب اصلا مبنيه عليها، فهي بتستدعي الداله دي من جوه، من اللي هي مثلا اسمها داله اسمها كريت فايل مثلا، اللي هي الداله اللي هي بتعمل بس بلغه السي او السي بلس بلس، اللي هي الداله الاساسيه خالص. بتفتح الملف وبتبعت لك هاندل، بقى العب بقى بالهاندل اللي انت عايزه. فالهاندل ده من جواه خصائص. الخصائص دي ايه؟ الخصائص مثلا ان هو ايه، مثلا ايه الاكسس بتاع الملف، الفايل اوبشنز بتاع الملف اللي هو مثلا قصدي الفايل شير، قصدي انت لو انت مثلا ايه اللي هو اللي انت عايز برامج تانية تفتح معاك ملف او لا، او في اول فايل ستريم هو اللي بيديها الخصائص دي. اي فايل ستريم تاني انت هتعمله جوه الملف بتاعك بيجي يستعمل الهاندل اللي هو اصلا اوريدي عاملها، لكن لو ما لقاش بيعمل هو هاندل، يعني بيروح لكريت فايل، يعني ايه مش بيعمل هو، مش بيروح هو يعمل هاندل تانية، لا لو لقى هاندل بيستعمله هو. فانت هنا اول فايل ستريم هنعمله مثلا نقول مثلا ايه ترانكت، بنمسح جوه كل اللي جوه الملف بتاعنا مثلا، وبنقول فايل اكسس دوت ريد رايت وفايل شير دوت ريد رايت. او فايل اكسس ده لازم يكون هو الفايل شير، نفس قيمه الفايل شير بتاع الفايلات ستريم التانية، اللي انت اصلا ايه مثلا بفايل ستريم التانية انا عايز مثلا افتح الملف، او انا عايز الهاندل ده مثلا ايه نون انا بس اللي استعمله. طب ازاي انت تستعمله؟ طب اصلا في فايلات ستريم تانية هتستعمله، فهيرمي لك هنا اكسبشن. فانت اسلم حاجه ان انت تعمل فايل اكسس دوت ريد رايت، عشان ايه قصدي الفايل شير، اي فايل شير فايل ستريم تاني هتستعمله لازم يكون فايل شير دوت ريد رايت، لان هو بيعتمد على الفايل اكسس اللي هي بتاعت اول ستريم، اللي هي اصلا الاول، اللي هي الخاصيه بتاعت الهاندل، ان هو بياخد اول الخصائص بتاعته الاولانيه من اول فايل ستريم انت بتدوه. تعالى كده نشوف ايه الفورمه بتاعتنا فيها ايه. ده اول فايل ستريم، ده تاني فايل ستريم، اول فايل ستريم بيقرا تاني فايل ستريم بيكتب جوه الملف. بوتوم 2 بيعمل
يعني بيعمل لك ثريد تانية جوه ال... بيعمل لك ثريد جانبية كده. مثلا لو احنا مثلا بنعمل عمليات متزامنة ممكن انت ما تستعملش الحكاية دي خالص، انا مش انا شايف انها ملهاش لازمة، بس ايه يعني ايه عايز اوضح لك الفكرة، يعني ان البوتوم تو هي بتاعت ال بتاعت الرايت هنا، بيرمي بيرمي ثريد بيحط فيها الداله دي، اللي هو بيعمل لك بيحول لك اللي جوه التكست ده لسترنج، بيحوله لك قصدي البايت، بعد كده بنفس الحكايه بيعدل في البوزيشن بتاع الملف، بعد كده بيكتب جواه، بعد كده بيقول له اف اس 2 دوت فلاش. يعني ايه فلاش دي؟ فلاش دي بتتاكد ان البيانات اللي اتكتبت جوه الملف اتبعتت ولا لسه. يعني ساعات ساعات الايه ساعات البرنامج بتاعك ايه بيكتب البيانات جوه البفر بس ما بيبعتهاش لسه، الا بقى في اخر الملف خالص، او ممكن ما يبعت في اخر، قصدي لما تكتب قصدي مش تكتب، تقفل البرنامج بتاعك، لما بتيجي تقفل البرنامج بتاعك وهو بيفنش بقى الفايل ستريمات اللي انت عملتها، اللي هو الاوبجكتس اللي انت عملتها من الفايل ستريم، في داله جواها الفلاش دي بتستدعى تلقائي. في ساعات كده ساعات ان هو بيكتبها لما البرنامج يقفل، وساعات لا ما بيكتبهاش، فانت بتحصل معاك مشكله. فانت اسلم لك في اي رايت جوه الملف لازم تعمل بعديها اف اس 2 دوت فلاش، ان انت تتاكد ان انت بعت البيانات دي جوه الملف ولا لا. تعالى كده نعمل ران. مثلا نكتب مثلا محمد اي كلام، مثلا هنقول رايت كتب كده جوه الملف، انا دوست عليها مرتين ومش عارف ايه الهبل اللي انا عملته ده. اريد ده اقرا الكلمه برضو، اللي هي نفس الحكايه برضو بتاعت اريد، انت بتقرا كل ملف وبتاع مفيش اي مشاكل. فبس هو ده كان الجزء بس بسيط، بس انا كنت عايز اوضح لك الفكره بتاعت ان انت تستخدم مالتيبل فايل ستريم في الموضوع. تالت سلايد معانا يا جماعة هي السلايد باسم اسينكرونس، ازاي ان انت تستخدم عمليات الاسينكرونس جوه الفايل بتاعك. يعني ايه اسينكرونس؟ اسينكرونس هي عمليات القراءة والكتابة اللي هي لا تؤثر على اليو اي بتاعتك. يعني مثلا في قراية الملفات الكبيرة او كتابة البيانات الكبيرة، البرنامج بيحتاج وقت اكتر في انه يكتب ملف. لو احنا شفنا في السلايدات اللي قبل كده اللي كنا عادي بنتحكم في الفورم عادي، لان احنا بنكتب بيانات او بنرى بيانات ضعيفة كبيرها مثلا 1000 بايت ولا 2000 بايت عادي، يعني مش حوار يعني. لكن مثلا لما تيجي تكتب قصدي مثلا 100 ميجا 200 ميجا 300 ميجا جيجات بيانات بقى، لو انت بتكتب جوه سيرفرات وبتاع، فاليو اي بتاعتك بتقف لغايه ما انت تكتب الكم الهائل ده من البيانات. فانت ازاي تحلها بكده؟ عن طريق السينكرونس. طبعا اي كورس اساسات انت تابعته عن السي شارب اكيد انت فهمت يعني ايه السينكرونس. ازاي نستخدم السينكرونس بتاعتنا في الفايل ستريم؟ بنقول فايل ستريم هنا، بنديله الباس بتاعنا. يعني مثلا الباس ده، انا الملف ده حجمه جيجا، الهلو تكست ده، بنفس الطريقه اللي احنا قلناها، بس في الاخر برضه بس في الاخر بنحط فايل اوبشنز دوت اسينكرونس. ان انا كده بنقول له للهاندل بتاعنا ان احنا هنفتح الملف كاسينكرونس، يعني هنقرا منه كاسينكرونس يعني عمليات اسينكرونس. في طبعا ممكن تقرا منه سينكرونس واسينكرونس، دي حاجه ترجع لك انت براحتك، بس لو انت هتقرا منه اسينكرونس لازم تحط فيها الاوبشنز دي في دوت اسينكرونس. لو انت هتقرا منه سينكرونس بس مش لازم تحطها هنا. لو انت هتقرا سينكرونس بس يعني غير متزامن بس، لكن لو انت هتقرا اسينكرونس لازم تحطها هنا، وعادي ممكن تقرا سينكرونس برضه لو انت حاططها دي عادي، يعني مفيش مشاكل. بنقول له هنا داتا بيساوي نيو بايت اف اس دوت لينس. هنا بناخد قصدي يعني مش عارف اللي هو ايه، معلش يا جماعه علقت الداتا، قصدي اللي احنا اللي هو الاف دوت لينس عدد البايتات، فبنعملها نيو بايت تقريبا ده جيجا، فاحنا بنعمل اري بحجم جيجا. طبعا هي بتاخد وقت بس ايه يعني ايه ده غير الوقت بتاع الريد، يعني انا هقول لك دلوقتي هي بتاخد وقت، فالبلوك اللي هيبقى في اليو اي ده بس يعني تعالى مثلا ايه اقول لك مثلا حاجه صغيره كده اهو عشان ايه رايحك كنترول اكس. تعال نروح خالص، سيبك من كل الكود ده هشرحه لك دلوقتي، نقول كنترول في عشان بس ما توجعناش دماغنا، احنا كده اصلا عاملينها فوق فمش هتوجعنا دماغنا قوي. فده في الفورمه في اللود بس، فهي هتقف في اللود بس، لكن تحت تعالى ننزل تحت كده هيبقى بس ايه اف اس دوت ريد اسينك، بعد كده هيعمل اويت للتي،
احنا الريد اسينك دي هي الداله اللي هي بتشتغل غير متزامنه مع اللي هي بتشتغل غير متزامنه مع اليو اي، يعني مش هتوقفها، هي هتوقفها بس انا هقول لك ليه دلوقتي. يعني تعالى نعمل كده ريستارت، تعالى كده نعمل ريد اسينك. بس ما انتوا شايفين يا جماعه انا مش قادر اتحكم في الفورمه خالص خالص، مستني طبعا الريد ما يخلص. طب ليه ليه بتحصل؟ مش المفروض يا عم دي غير متزامنه؟ طب ليه هي بتوقف اليو اي لغايه ما بتقرا كل ده؟ ده لسه كمان ما خلصتش، ده لسه نايم. اه خلص دلوقتي. ليه؟ لان هو بيقرا من يقرا الاول في الكاش، بيجيب اي بيانات انت بتقراها بيحطها في الكاش الاول، بعد كده بيقرا من الكاش. طب ايه الكاش ده وليه بنستخدمه؟ الكاش ده هو يعني ايه، منطقه كده في الميموري بتاعتك اي بيانات بتبعتها او بتقراها بتتسجل الاول في الكاش. عامل زي ايه مثلا؟ زي ما انت تيجي تفتح مثلا موقع يوتيوب اول مره خالص بيبدا معاك بطيء فشخ، ان هو بطيء يعني مثلا النت عندك بطيء، بيبدا عندك بطيء بس بعد كده بدا كل مثلا ما انت تيجي تفتح يوتيوب على طول على طول على طول بتلاقي الموقع سرع معاك بنفس السرعه بتاعتك. طب ليه؟ لان الموقع نفسه بيتحفظ ما عدا بس شويه حاجات اللي هي الفيديوهات اللي هي الجديده دي والعناوين بس ما بتتحفظ، بيحفظ لك الفورمه الكليه بتاعت الموقع لان انت هتطلبها تاني، لان هو عارف ان انت هتطلبها تاني، بس ايه بيحفظها في الكاش بعد كده بيجيبها تاني. الكاش طبعا اسرع بكتير من ان انت مثلا ايه تيجي تقرا تروح للملف وتقرا منه وتجيب البيانات، لا هو الكاش اسرع، في ثانيه بيجيب لك البيانات دي. والكاش ما بيدعمش الاسينكرونس للاسف، يعني الكاش بيدعم السينكرونس بس. فالريد اسينك هنا بتعمل ايه؟ بتروح تقرا من الكاش مش بسينكرونس، يعني هي هتروح تقرا منه كسينكرونس، فهي كانها ريد مش ريد اسينك. يعني انت استخدمت الريد هنا هتوقف اليو اي، وريد اسينك هنا هتوقف اليو اي. طب ماشي، ايه هو الحلول لو انا عايز مثلا اقرا الاسينكرونس بالاوبريشنز بتاعتي ما اوقفش اليو اي؟ والله عندك 3 حلول. اول حل اللي انا بفضله ان انت تحط الريد اسينك بتاعتك دي جوه تاسك. يعني هنقول له هنا مثلا ايه، هنقول له هنا ايه، ده اللي انا بفضله تاسك، بس عليه كده تاسك دوت ران، نحطها جوه لامدا اكسبريشن، يعني في الاخر خالص نحط كده كده مش هتوقف معاك اليو اي، لان انت بتحطها في ثريد تانية وبتستنى الثريد دي لما تخلص. تعال كده نعمل ران، ده الحل اللي انا بفضله، بس لسه في حلين تانيين هقول لك عليهم دلوقتي. خلصنا، بص قادر اتحكم في اليو اي عادي مفيش اي مشاكل. تعالى كده عشان ناكد لك بس انها ايه بيقف، يعني مش بيقف قصدي انا هو مش محتاج يعني ان انا جرب انت على نفسك هتلاقيها مش واقفه. ده اول حل وده اللي انا بفضله، هقول لك ليه بعد شويه. تاني حل اللي هو اقل من، يعني اللي هو اقل منه شويه، ان انت ما تحطش اصلا السينكرونس دلوقتي. هقول لك دلوقتي ازاي. تعال كده نروح خالص فوق نشيلها، تعال نشوف ايه اللي هيحصل. السينكرونس كده تعالى كده هتشيل 4096 فاهم، وننزل تحت خالص نشيل التاسك دوت رن اللي احنا عملناها، وهتشوف ان هو مش هيوقف اليو اي دلوقتي. بس هقول لك ليه دلوقتي. تعالى كده نشيلها، نشيل دي كمان، تعالى كده نعمل رن. ريد اسينك لسه اتحكم في الملف عادي مفيش اي مشاكل خالص اهو في اليو اي قصدي. طب ليه؟ طب ازاي انا مثلا انا قريت ان انت قلت لي انا لازم افتح الملف اسينكرونس عشان اعمل عليه عمليات جوه اسينكرونس، لكن دلوقتي انا فاتحه كاسينكرونس بس مش اسينكرونس وانا بعمل عمليه اسينكرونس. ده ازاي ده بيحصل؟ الريد اسينك هنا لما بتلاقي ان الملف بتاعك مفتوح كاسينكرونس مش اسينكرونس، فهي بتبقى ايه عامل زي ايه، زي اللي مش عارف اعمل ايه دلوقتي. انا البيل اللي هو فاتح البرنامج دلوقتي عايز ايه، عايز نفتح له الملف كاسينكرونس، والملف مش ما عايز يتفتح كاسينكرونس، والبيت التاني عايزني اجيب له بيانات والتاني عايزني افتح له كاسينكرونس بس. طب اعمل ايه اعمل ايه؟ انا اعمل ثريد خارجيه تانية جنب اليو اي هقرا منها الملف كاسينكرونس بس مش هتوقف اليو اي مع المستخدم مع البيل اللي مشغل البرنامج بتاعي.
فهي بالظبط بالظبط كأن انت بتحط ايه تاسك دوت ران اللي احنا شلناها دلوقتي، بس بدل ريد اسينك هي بتقرا ريد، بتقرا كاسينكرونس، بتوقف الثريد اللي انت عاملها اللي هي عامله جانبيه اللي هي ما بتاثرش على اليو اي اصلا. بعد كده بتستنى الثريد دي، طبعا الثريد دي ما بتوقفش اليو اي لما انت بتيجي تستخدمها، لما انت بتيجي تستناها بالاويت ما بتوقفهاش. ده تاني حل. تالت حل بقى، وده اللي انا ما بفضلوش خالص خالص، وده انعكاس للحل الاول. زي ما انا قلت لك في الحل الاول احنا بنستخدم الكاش، في الحل التالت بقى احنا مش هنستخدم الكاش. وطبعا انت مش هتستخدم الكاش دي، يعني انت ايه داخل على مصيبة سودة. ليه؟ لان انت الكاش بتخسر حاجة، يعني ايه حاجة كبيرة فشخ ليها مهمة، يعني مش عارف اقول لك ايه، اسرع بكتير وفليكسبل اكتر، وحاجة يعني انت بتخسرها. بس انا هقول لك على الطريقة، فاهم؟ عشان يعني ايه ماشي. ريد اسينك نو كاش، هقول لك على الطريقه بس عشان مثلا لو انت مثلا فيش مشروع مشروعات تانية انت تعملها، مثلا ايه في حاجات تانية مثلا مكتبات تانية انت عايز تتعلمها مثلا لازم ما تستخدمش فيها الكاش، فانت عارف الطريقه بتبقى ماشيه ازاي. طبعا ده البفر اللي احنا بنحطه في المره دي، هنخليه 1024، وهقول لك ليه دلوقتي خلينا 1024 من الف، مش 4096. بنحطه هنا بفر، بعد كده بنقول له فايل اوبشنز دوت اسينكرونس، وبنبصلها حاجه تانية اسمها النو كاش. النو كاش دي هي فايل اوبشنز برضو، هي فايل اوبشن، يعني هي نوع فايل اوبشن برضو موجوده في السي شارب، بس هي اصلا الديفلوبرز بتاع مايكروسوفت مش مستحبين لك اصلا ان انت، يعني مثلا عشان اللي هي خاصيه ان انت ما تستخدمش الكاش دي اصلا، مش موجوده اصلا في السي شارب، هي موجوده بس مخفيه، يعني ايه هم مخفينها عنك، يعني هم ايه انا صعبها لك ان انت تلاقيها اصلا، لكن هي اصلا موجوده في السي بلس بلس والسي والحاجات دي. فانت بتكتب الكود ده اللي انت هتحول بيه هنا الفايل اوبشنز دي للنو كاش، اللي ده الكود بتاع النو كاش في الفايل اوبشنز اللي هي مخفيه عنك. يقسم الماوس، الكود ده هسيبه لك تحت في الديسكريبشن، يعني انت بتاخده وتحوله في 0 اكس مش عارف 2 مليار مش عارف ايه ده، وتحولها للنو كاش. بننزل تحت بنبصيها جنب الفايل اسينكرونس، احنا هنفتحه كاسينكرونس ومع نو كاش. في شروط عشان تقرا بالاسينكرونس، عشان تقرا قصدي بالنو كاش. طبعا انت ايه دلوقتي مفيش نو كاش، مفيش اي تنظيم للبيانات بتاعتك، فانت بتضطر ان انت تنظمها بمعرفتك بقى. فزي ما انا قلت لك، انت بتلغي الكاش لاي تنظيم للعمليات، فانت بتقرا بتقرا بقى الملف يعني ايه بنفسك بقى، انت مسؤول عن اي عمليه انت تعملها بقى بغلط صح، ممكن يرمي لك اكسبشن وهيرمي لك اكسبشن. ليه بقى؟ هقول لك دلوقتي في الفايل ستريم، لما انت تيجي تفتحه بالنو كاش، الهاندل اصلا انت تيجي ان انت مثلا هتيجي تقرا منه، او الملف لما بتيجي انت تقرا منه البفر لازم يكون اللي انت بتقرا منه بنفس حجم البفر. يعني ايه؟ يعني انت هتقرا 1024، يعني انت حاطط البفر 1024 اللي هو الانترنال بفر اللي جوه الفايل ستريم اللي هو بيعمله، هتقرا ب 1024، يعني انت مش هتقرا مثلا حاجات اكبر من 1024، هتقرا حاجات 1024 بس هو بيجزئها بقى على حسب البفر. يعني مثلا ايه؟ لو انت مثلا قريت 2048 اللي هي مضروبه في 2 اللي هي 1024، فاهم؟ تقرا بيجزأها بقى، يعني هو بيقعد يجزأها كده اللي هو 2048، يعني انا هقرا مرتين 1024، بعد كده هقرا 1024 تاني. طب حد هيقول لي طب افرض انا قريت رقم اقل من ال 1024، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل بقى انك لازم في العمليه اللي بعديها لازم تكمل ال 1024. يعني انت مثلا في العمليه مثلا اول عمليه قريت 1000 بايت مش هيرمي لك اكسبشن عادي هيسيبك، لكن في العمليه التانيه لازم تقرا 24 بايت عشان تكمل البفر، بعد كده مسموح لك بقى تقرا بيانات جديده. لو انت قريت 25 بايت هيرمي لك اكسبشن، لما مثلا لو قريت مثلا 20 بايت هيستنى العمليه الثالثه اللي بعديها عشان تقرا 4 بايت، لا لازم تكمل ال 1024، فهمني؟ لازم تكمل قصدي البفر بتاعك، مثلا سواء بقى انت ايه اللي هتحطه، ممكن تحط 2048 براحتك، بس انا هقول لك ليه احنا حاطين 1024 دلوقتي. ليه؟ هقول لك دلوقتي. بنعمل هنا متغيرات اللي هي مرات القراءة. مرات القراءة دي اللي هي كم مرة هنقرا من البفر، يعني بالبفر بتاعنا هناخد ال اف اس دوت لينس دي اللي هي جاجا 1. ده اسم الملف بتاعنا، لكن نشوف الملف بتاعنا ده حجمه قد ايه بس عشان نعرف الاول.
جوجا وان 6 كيلو بايت. ماشي ماشي، احنا كده كده اصلا ايه. شغال ماشي، انا هكتب اصلا بنكتب جواه اصلا في الاخر، يعني احنا بنكتب هنا جواه. احنا بنعمل هنا مرات القراءة ان احنا بنقسم عدد البايتات او عدد عدد مثلا، لو احنا مثلا قلنا جوه الملف ده مثلا 2048 بايت، فعلى البافر فاهم هيبقى فاضل، مش هيبقى فاضل حاجة، هيقسمهم على بعض فهيطلع لك مرتين، اللي احنا مرات القراءة اللي احنا هنقرأ فيها اللي هي المحدودة لينا بس، اكتر من كده هيرمي لنا اكسبشن. بعد كده بناخد حجم الملف اللي هو حجم الملف بتاعنا اف اس دوت لينس بيرجع لي، هو دبل بقى، فاحنا بنضطر ان احنا نحوله بالانت بالكاست. بعد كده بنقول له الريميننج اللي هو المتبقي جوه الاف الفايل ستريم. يعني ايه الريميننج ده؟ الريميننج هو مثلا لو الفايل ستريم ده مثلا ايه حجمه مثلا 2050 مش 2048، مش مضاعف اكتر من 1024، طب انا هعمل ايه؟ هتقرا مرتين. طب ماشي، طب ما انا هقرا مثلا 1024 بعديها، لا هيرمي لك اكسبشن لازم، يعني ايه؟ طب انا هقرا بايتين، البايتين اللي فاضلين، لا هيرمي لك اكسبشن برضه. لازم اي قراءه تكون بنفس، يعني ايه؟ لازم تكون اي قراءه بنفس حجم اللي هو البافر بتاعك، ما يقلش عن البافر الا في حاله لو انت هتعمل عمليه تانية تجمع تكمل البفر بتاعك، تكمل رقم البفر. طبعا في الحاله دي انت اصلا واصل لاخر ملف فهيرمي لك اكسبشن، لا احنا في اخر ملف يا بابا انت هتقرا ايه تاني؟ فهيرمي لك اكسبشن خالص. فاحنا هنعمل عمليه صغيره دلوقتي، هقول لك عمليه يعني صغيره ايه؟ إيه يعني ايه؟ عمليه حلوه كده هقول لك عليها دلوقتي. يعني مثلا ايه في اخر الملف بتاعنا خالص، لو احنا جينا شفناه كده هو الفايل ستريم 3 اللي هو جوجا 1 دي، بعد كده انزل تحت شوف ايه اللي في اخر الملف خالص، ده اخر حرف في الملف. طب مثلا نضيف مثلا حاجه كده صغيره، ده اخر حرف. طب كلمه كنترول اس كده بس ايه عشان ايه، طلع بس ان يعني خليها بس في الاول دي بس، معلش يا جماعه بس انا اسف على اللخبطه، انا متلخبط اصلا مش عارف ليه. بنكتب جوه الملف، احنا يعني بنعمل ايه التركايه اللي احنا بنعملها؟ خلي بالك احنا بنعمل هنا الداتا اللي احنا الداتا اللي احنا نراها جوه الفايل ستريم بتاعنا. ايه التركايه اللي احنا بنعملها؟ احنا بنضيف بيانات جديده جوه الملف بحيث ان احنا ايه هيكون بنفس حجم البافر. يعني خلي بالك ايه هنكتب هنا، بنعمل هنا بايت اري بنفس حجم البافر، فانت هتزود اصلا، يعني مثلا لو انت هتزود مثلا على الملف بيانات احنا مش عايزينها اصلا، احنا مش هنقراها، احنا عايزين نقرا بس اخر بايتين ثلاثه مثلا موجودين، اخر 100 بايت موجود، فاحنا مش عايزين يرمي اكسبشن. فاحنا يعني ايه بنتحايل على الملف، بنضيف عليه بيانات، وبعد ما بنضيفها بنعمل ايه؟ بعد ما نضيف البيانات دي اي بافر اي حاجه هنقراها، هنقرا اخر مثلا حاجتين، اخر بافر في الملف، بعد كده هنقرا البافر اللي مثلا اللي هو مثلا اول بايتين ثلاثه بس احنا اللي محتاجينهم هناخدهم، بعد كده نعمل ديسكارت البافر التاني مش عايزينه عشان بس ما يرملناش اكسبشن. بنرمي بنملى هنا البايت اري دي باي حاجه، بنقول له ار اس دوت نيكست بايت، بنستخدم الراندوم كلاس، بنديله الكوكا اللي هي البايت اري. بعد كده بنفتح فايل ستريم للرايت، ده بالسينكرونس عادي لان هي بيانات قليله مش هنحتاج حاجه يعني. كده بنقول له اف رايت، بنكتب جوه الملف بالبايت اري، بنبتدي بالاول وبنكتب لغايه البفر. كده بنقول له اف اس دوت فلاش تو فلاش اللي احنا قلنا له اللي انا قلت لكم عليها في السلايد الاولانيه، السلايد الثانيه قصدي، اللي احنا بنتاكد ان البيانات دي اتكتبت ولا لا. كده بنقول له كلوز، اقفل بقى خلاص الفايل ستريم، احنا مش عايزينه دلوقتي، مش عايزينه خالص خلاص، لانه مش هتنفع تفتحه تاني. ايه تاني؟ ننزل كده تحت، نت اي بتساوي صفر او وايل او ويت، ماشي اي ام اي بلس بلس ريميننج. دلوقتي احنا هنقرا، هنبتدي بقى نقرا من الملف دلوقتي، هنقول له ايه؟ خلي بالك احنا حفظنا حجم الملف فوق، والريميننج دي هي عدد البيتات اللي فاضله في الملف اللي احنا لسه ما قرناهاش، والداتا دي اللي هنقرا جواها الملف، هنقرا جواها قصدي البيتات اللي جوه الملف. نعمل هنا متغير اسمه اي بيساوي صفر، وبنقول له وايل، هندخل بقى جوه حاله تكراريه عشان هنقول له اويت اف اس دوت ريد اسينك، هتقرا بتحط البيانات بتاعتك في الداتا فاهم، لغايه الانت اف اس دوت بوزيشن، هتقرا مثلا يعني هو مثلا البوزيشن بتاعك، خلي بالك يعني هو كان ايه، كان الحجم يعني انت كان الفايل ده انت حاطه على البايت اري، فانت اي حاجه هتحرك المؤشر مثلا اللي هو الاف اس دوت بوزيشن، ماشي الاف اس دوت بوزيشن ده مثلا ايه، احنا مثلا في الصفر، فانت هتكتب من اول الداتا اللي في صفر اللي هي البايت اري دي، هتكتب من الصفر
اللي في البايت اري، فاهم؟ هتيجي مثلا لفينا لفه كمان ارى للارى بفر، يعني هي الاف ديستريبيوشن دلوقتي هيبقى ب 1024، فالداتا فالمؤشر اللي هيبقى في الداتا، يعني مش ما فيش مؤشر في الداتا في البايت اري، فاحنا هنضطر ان احنا ناخد المؤشر اللي هو في الفايل الستريم، هنقول مثلا 1024 ماشي، هنروح نقرا من الاليمنت ال 1024 اللي في البايت اري، عشان بس ما نكتبش على البيانات اصلا اللي احنا ما نكتبش على البيانات اللي احنا قريناها اصلا. ريد اسينج دي بترجع قيمه اكتر اكبر من واحد، لو خلص، يعني لو خلص الملف او ما حصلش اي حاجه، بيبقى ما حصلش اي خطا، بيرجع لك قيمه اكبر من الصفر. قصدي فكده بنقول له اي بلس بلس، بنزود على الاي دي بلس بلس، مش عارف ايه دي لازمتها دلوقتي، تقريبا ملهاش لازمه، بس مش عارف، مش فاكر والله يا جماعه، نسيت، بس لو ليها لازمه تحت هنشوف دلوقتي. بنقول له ريميننج ناقص بلس ناقص، بنقص من الريميننج البفر. دلوقتي الريميننج دي هو عدد البيتات اللي لسه موجوده في الملف، فاحنا بنقول له هنقصها من البفر، وبنقول له اف اي دي بتساوي مرات القراءه، يعني ما انا خلاص انا وصلت الاخر، اللي هو الاي دي اللي انت وصلت مثلا، ايه انت في كل قراءه بتزود واحد، وانا زي ما انا قلت لك فوق مثلا، ايه لو الملف بتاعنا حجمه 2000 مثلا و50، فهو هيقرا مرتين بالهوايل دي، هيلف مرتين وهيزود على الاي دي في كل مره واحد، فهينزل كده في الاخر، هيقول مثلا لو الاي اللي هي مثلا باخر لفه باتنين، ومرات القراءه هي اصلا باتنين، اللي هي زي ما انا قلت لك فوق، لما احنا قلنا قلت لك احنا بنقسم عدد البيتات اللي جوه الملف على البفر، بنقسمها على البفر عشان نعرف عدد مرات القراءه اللي احنا هنقراها بالبفر. بعد كده ممكن يبقى في كسور، بس احنا بنحولها هنا بالانت عشان ما يبقاش في كسور. الكسور دي اللي هي البيتات اللي هي متبقيه، اللي هي 2 او 3 او 4 على حسب بقى. بعد كده بنقول له ايه، اويت الاف اس دوت ريد اسينك، بنقرا جوه الداتا ومن الاف اس دوت بوزيشن، وبنقرا الريميننج. هنا بقى بنستخدم الريميننج لان هو عدد البيتات اللي احنا بنقعد ننقص 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 لغايه مثلا ما يتفضل مثلا ايه بايتين ثلاثه بس، يعني الريميننج دي بتبقى 2 او 3، اللي احنا بنقعد ننقص منها بحجم البفر، البفر اللي احنا كل شويه بنقراه بعدد البيتات بتاعت البفر. فاحنا هنا بنقول بنقرا الريميننج، هنا مش هيرمي لك اكسبشن، ليه؟ لان احنا اصلا ضايفين بيانات، فاهم؟ فاحنا بنوقف، مش بنوهم، مش هيرمي لك اكسبشن، لان في بيانات تانية ممكن تتقري بالبافر، يعني ان هو بيشوف ايه، ان هو مثلا طب البيانات اللي جايه مثلا بعد القرايه دي، القرايه دي البيانات اللي جايه ينفع احط يعني نفس يعني ايه اكبر من البافر او بتساويه؟ ما بيرملكش اكسبشن. بعد كده احنا بنعمل بريك، احنا خلاص كده احنا مش عايزين اللي هو اللوب، احنا قرينا كل الملفات اللي احنا عايزينها. وبعد كده بنقول له اف اس دوت سيت لينس، بنرجع بقى حجم الملف خالص اللي احنا قلناه. خلي بالك عشان كده احنا قلنا ايه قبل ما نكتب جوه الملف البيانات اللي احنا مش عايزينها، البيانات اللي احنا بنحتال بيها على الملف بتاعنا عشان نقرا بالنو كاش، بنقول له اف اس دوت لينس، بناخد حجم البيانات قبل ما نضيف الملفات، بعد كده بنرجعها خالص بقى. السيت لينس دي بتقطع الباقي اللي هو الحاجات الزايده من الملف على حسب البيانات، يعني مثلا لو احنا مدينه مثلا بايتين بيخلي حجم الملف بايتين بس، اللي هو اول بايتين احنا قريناه، اصل اول بايتين في الملف. باخد بس عشان اكد لك بس البيانات اللي احنا قريناها، احنا بنقول له الفاينل هنا نيو بايت بحرفين على حسب بقى الانكود اللي انت بتكتب جواه جوه الملف بتاعك. بعد كده بنقول له داتا دوت لينس ناقص 2، احنا بنقول له هتجيب ال الداتا اللي هو البايت اري اللي احنا قرينا جواها البيانات من الفايل ستريم، تاني اخر ايليمنت جواها، تاني اخر حرف جواها اللي هو ناقص 2، ده مثلا لو البايت اري حجمها 10 فهو هنا بيجيب الـ8، وهنا برضو بيجيب الـ9، وانا بجيب اخر حرفين بس عشان اكد لك ان احنا قرينا الملف، بعد كده بحوله من سترينج، بعد كده بيعرضهم. نفس الحكايه تحت عشان اوري لك فعلا ان احنا قرينا برضو الملفات صح، قرينا البيانات صح، احنا بنقراها بالفايل ستريم، بنقراها بالسينكرونس، والسينكرونس ما بتستخدمش غير يعني ما ينفعش تستخدم نو كاش معاها، تستخدم الكاش. طبعا الكاش بيحل لك المصايب دي كلها، الليله السوداء اللي احنا عملناها فوق دي. ممكن تراجع الكود لو انت حاجه مش فاهمها، يا ريت تكتب لي تحت في التعليقات وانا هجاوبك. انا عارف ان الكود صعب، انا عارف ان الكود صعب شويه لو انت مش فاهم، قول لي. ممكن لو الكود كله مش فاهم اعيده لك تاني براحتك، واعيده لك بطريقه احسن، عايز بس ايه الخص عشان وقت الفيديو ده، عدى فيديو عدى كمان من ساعه، ده حاجه وسخه يعني. المهم يعني فقرينا كل البيانات اللي هنا، وبنجيب اخر بايتين في الملف. تعالى كده مرن،
نقول له مثلا هنا ريد سينك، نورمالي بيقرا هنا بالسينك مش بالاسينك، جاب لي اوكي. تعال كده نمسحها، نقرا بقى بالريد اسينك نو كاش. اوكي، فبس هو ده كان السلايد اللي مش عارف التالت تقريبا. نيجي بقى الرابع سلايد معانا، هو السلايد اللي هو متخصص في ايه، اللي هو بعنوان مثلا ان احنا عايزين اللي هي تحسين قراءات جوه الملف بالفايل اوبشنز. بنعمل هنا فايل ستريم، بناخد الاف اس دوت لينس بنقسمها على 5، بناخد البايت اري داتا بنخزن فيها الاف اس دوت لينس. لو انا كده اللي هو ده الملف اللي هو حجمه جيجا يا جماعه، بس ده مش حجمه جيجا، ده انا نقلته صحيح، معلش سوري، معلش يا جماعه انا اسف. ده الملف اللي هو حجمه جيجا عندي. نفس الطريقه برضو بتاعت الحاجه دي، بس الفايل اوبشنز هنا في قيمتين للقراءه جوه الملف، في اللي هي الراندوم اكسس وفي اللي هي السيكوينتال سكان. ده الاسنكرون احنا شرحناه، وفي ديليت اون كلوز لو انت عايز تعمل لها ديليت لما انت تقفل الفايل ستريم، لو انت عايز تعمل ديليت للملف، في الانكريبت اللي انت عايز تشفره، في النون انت مش عايز تضيف له اي اوبشنز تانية، خلاص انا مش عايز اضيف له حاجه، في الراندوم اكسس. الراندوم اكسس دي بتعمل ايه؟ لو انت جوه الملف هتقرا، لو انت هتحرك البوينتر او المؤشر بتاعك كتير جوه الملف، انت استخدم الراندوم اكسس. لان هي لو انت شفتها هنا في الدوكيومنتيشن اللي تحت هنا، بدون انديكت ذا فايل از اكسس راند ذا سيستم كان يوز ذس اهنت تو اوبتمايز فايل كاشنج، بيحسن لك من الفايل كاشنج، بيحسن لك من سرعه ريت البيانات، وهوريك دلوقتي ازاي. لو احنا مثلا عملناها راندوم اكسس ماشي، بنقرا مثلا ملف، احنا بعمل لك ستوب ووش هنا مثلا عشان اوريك سرعه قراءه الملفات بالراندوم اكسس وبالسيكوينتال سكان. السيكوينتال سكان دي لو انت هتقرا بحد معين، هتقرا لقدام بس، يعني مش هترجع لورا مثلا لورا، لا هتقرا لقدام بس، هتنط لقدام بس، هتجري هتنط بس، يعني هتجري هتقرا بيانات لقدام بس، مش هترجع لورا بالمؤشر بتاعك. بنقرا هنا وبنرجع مثلا بوزيشن للصفر، بنقرا بنرجع بنلعب في البوزيشن هنا، بعد كده بنقول له ستوب، بعد كده بنقول له احسب بقى انا وصلت لغايه فين في الملف، او احسب الوقت اللي خده القراءات دي اللي هي ورا بعض. استنى كده شويه، اهو قعد 5274 مللي سكند، يعني قعد 5 ثواني في القرايه. يعني فين؟ تعالى كده بقى، لو احنا غيرناها تبص كوينتال سكان، استنى شوية كده، بص اراه في 7664 ثانية. ده معناه ان الراندوم اكسس فعلا بتحسن لك من اداء لو انت بتقرا وبتحرك المؤشر بتاعك كتير. وكذلك برضو نفس الحال، لو احنا مثلا شلنا الدوت بوزيشن دي، لو احنا شلنا دوت البوزيشن دي وخليناها يعني ايه، نقرا لقدام بس، يعني هو يقعد يقرا لقدام بس، ما يقراش لورا خالص، ما يرجعش هو، ما نقعدش نحرك في المؤشر كتير. بالسيكوينتال سكان دي هتفرق معاك في قراءة البيانات اسرع. يعني خامس سلايد معانا، هو بيقول لك ازاي ان انت هتكتب جوه الملف. زي ما انا قلت لك ان الكاش قراية كتابة، انت بتكتب او بتقرا جوه الكاش بالسينكرونس بس، مفيش اسينكرونس. وزي ما شرحنا قبل كده، وشرحنا في السلايد اللي قبل اللي فاتت تقريبا، احنا ازاي ان احنا هنقرا جوه الملف بالنو كاش، يعني هنقرا بدون استخدام بدون استخدام الكاش. هنا بقى هنتعلم ازاي نكتب جوه الملف بس بدون الكاش. الخاصيه دي مدعومه من الديفلوبرز بتوع المايكروسوفت، مسموح لك ان انت تستخدمها، هي ما فيهاش مشاكل يعني، ما فيهاش صعوبات يعني. انت بتستخدمها بس عشان ايه، نفس الحكايه برضو، انها توقف اليو اي لو انت ما استخدمتش النو كاش، بس هي افضل لك ان انت تستخدم الكاش برضو. يعني انت افضل لك ان انت تستخدم الكاش، ونفس الطريقه قلت لك ان انت تحطها في تاسك دوت ران براحتك،
او ما تستخدمش الفايل اوبشنز، هيعمل ثريد هو بنفسه. بتكتب هنا جنب الفايل السينكرونس، بتبصلها جنبيها كده فايل اوبشن دوت رايت ثريد. بتيجي هنا بنعمل داتا، بنعمل هنا بايت اري، بنخزنها بحجم 100 ميجا. 1024 في 1024 دي 1 ميجا، في 100 دي 100 ميجا. لكنه بنقول له املاها باي حاجه، املى البايت اري دي باي حاجه، انا عايز اي بيانات. كده بنيجي هنا بنقول له اف دوت رايت اسينك، هي مش هيوقف اليو اي هنا. كده بنقول له اف دوت فلاش، ممكن يوقف اليو اي هنا، ممكن لو هو لو البيانات لسه في البفر، يعني لو في بيانات في البفر ولسه هيبعتها تاني هيوقف اليو اي. لكن هي لو اتبعتت ومفيش حاجه في البفر مش هيوقف اليو اي. في فلاش اسينك، يعني الفلي في بقى ايه اللي هي ده اللي اسمها فلاش اسينك، دي برضو بتستخدم معاها اويت، لازم تستخدم معاها اويت. دي ما بتوقفلكش اليو اي بقى، بفر مش بفر هي شغاله انها ما بتوقفش اليو اي، براحتك بقى. الا بعد كده بنقول له تكست فينيشت، جرب انت الكود بقى زي ما انت عايز براحتك، بس انا مش هوقفه عشان انا ما عنديش مساحه في الهارد اصلا، يعني انا مش ايه مش ناقص. لو انا جيت بس ايه وريتك كده ايه راحت فين، 800 ميجا مملي اصلا، فهو ايه مش مستحمل يعني حاجات مش لازم يعني. فبس ده كان درس الدار النهارده يا جماعه، واول فيديو فعلي في دوره السيستم دوت اي او في السي شارب. معلش يا جماعه، بس الفيديو كان طويل شويه في الفايل ستريم، لان انا شرحت حاجات كتير قوي، كنت عايز بس اغلف لك الفايل ستريم دي بس عشان ايه لو في حاجه، لو في حاجه ناقصه بس يعني، لو في حاجه يعني ممكن تكون في حاجه ناقصه انت ما فهمتهاش مثلا بتاع، اكتبها في الكومنتات تحت وان شاء الله هرد عليك. نراكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.